فاجأت الطفلة الفلسطينية نويل الخرمان 17 عاما الجمهور العربي بطرحها أغنية تمزج بين فيروز بأغنيتها كيفك أنت وأغنية المطربة البريطانية أديل أغنيتها الجديدة هلو، محققة أكثر من 49 ألف مشاهدة حتى هذه اللحظة، وهي من قرية عسفية في الكرمل التابعة لحيفا. وتغني الطفلة بخمسة لغات، بعد عن العربية تغني الإسبانية والروسية الفرنسية والإنجليزية، وسبق لها أن سجلت أغنيتين باللغة العربية، وتعمل حاليا على تسجيل ألبوم جديد. دعونا نتعرف ونلتقي بها. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say that I'm supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Hello from the other side. I must have called a thousand times doesn't tear you apart anymore. تذكر آخر مرة شفتك سنتا، تذكر وقت آخر كلمة قلتا، وما عدت شفتك وهلأ شفتك، كيفك انت ملا انت اطلع بالي ارجع انا وياك، انت حلالي ارجع انا وياك. So hello from the outside, at least I can say that. Doesn't tell you what.